دي. هنا برضو العيلة ديت من حد من السادة المشاهدين بعت لي صورة لحازم أبو إسماعيل وبيقول لي شوف فين الصورة يا بنتي. هنا الصورة دي الحلوة. هو اللي بقى يعني هو بيقول لي يعني شفت الأستاذ إبراهيم على حازم تخن وربرب من قعد السجن وبيقول لك بتعذبه في السجون. لا والحقيقه انا اللي انا عايز اقوله ان 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 ان, إن كل الناس اللي مسجونه دي بيقولوا لهم اكل من بره يعني واي حد بيقول غير كده يبقى مش مظبوط. لا بيقولوا لهم اكل من بره وكل حاجه من بره والكلام ده كله. وربنا يصلح الاحوال. استاذ حسام محمد بعت لي بيقول لي دي صوره لشبان مصريان قرر ابراز جمال القاهره بطريقه مختلفه. في نزل نزلوا شوارع اتنين شبان اللي هم محمد طاهر واحمد فتحي عملوا فكره ان هم جابوا باليرينا وابتدوا يروحوا على الاماكن الجميله في مصر وصوره الباليرينا وفي الاماكن كتيره جدا ويكتبوا المكان والصوره والحاجات دي كلها. يعني ف راحوا في شارع المعز لدين الله وراحوا في حتت كتيره جدا فكره نصور بدل ما الفكره ان انا النهارده ان انا فكره اصور تاني الجمل والحصان اللي كان واخده السيد وزير السياحه اللي فات ربنا بقى يعني بيقول لك الحصان ده جعان عشان صاحبه ما بيشتغلش عشان ما فيش سياحه، احنا رايحين نشحت على الحصان. فالنهارده مصر فيها حاجات جميله جدا يعني حاجات اثار وغير اثار. يعني كل الصوره ديت هنا القلعه في الخلفيه بتاعتها انما الفكره انك بتحط صوره مجرد ان انت بقى في حاجه بقت الصوره فيها حاجه عايز ده شباب مصر عايز يعمل حاجه ده افضل بقى بدل ما انت قاعد مدينا ظهرك ومش عاجبك اي حاجه يا عم فكر حتى هتعمل فكره زي دي وربما احسن من دي. تعال وتعالوا كلنا نفكر بس فيما يخص موضوع ال 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 اللي كنا بنتكلم فيه اللي هو بتاع النهارده المنتجات اللي من بره. الاستاذ محمد احمد بعت لي برضه صوره بقى بيقول لي فيها اشتباكات بين حرس اردوغان ومصهرين في الجامعه الامريكيه بيقول لي شوف يا مؤمن الاخوان دفعوا دم قلبهم عشان الموقف ده بالظبط يحصل مع سيسح حكمه ربك بقى يحصل للخليفه بتاعهم. دي حنان احمد اللي بعت الصوره دي. طبعا احنا بنتكلم على كل يوم في تركيا طبعا وعلى فكره تركيا اللي بيحصل فيها وشوف عندهم حصل انفجارات قد ايه في اهم ميادينهم في اهم حته فيهم ما حدش يتكلم. ده تبعهم هيتكلموا على حاجه تبعهم معقول الكلام ده يعني. انما هو ده في الاول وفي الاخر زي ما بيقولوا بيحبوا وبيكرهوا يعني الحقيقه بيحبوا وبيكرهوا وكارهنا قوي الامريكان واوروبا واخوانهم اللي هنا بقى اللي هم اصحاب الهوى الامريكاني واصحاب الهوى الاخواني واصحاب الهوى ده. انت عايز تاني فصل تاني؟ طب يلا